اوكي السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا يا شباب جبت لكم فيديو من لعبه ايبكس ليجند، اللعبه يلي خبصونا بيها واعلانات ويوتيوبر يقول نزلوها. فاليوم راح نجربها ونقول لكم اللعبه هل تستحق انك تنزلها ام لا، وهل هي ممتعه ولا لا. كل هذا راح تشوفونه بفيديو اليوم، فيب ما طول عليكم، خلي لايك واشترك بالقناه ويلا نبدا. طبعا بالواجهه هيك مثل ما تشوفون عندي ثلاث شخصيات باللعبه، الشخصيه الاولى بلود والثانيه لايف والثالث اوكتان. طبعا خلينا نلعب بشخصيه هاي مانيها جديده، اعتقد انه نزل عليها عرض. اوكي شباب نلعب باتل رويال، فخلينا نضغط العب وليتس جو يا حبيبي. اوكي دخلنا جيم مثل ما قاعد تشوفون، ويا رب اللعبه تطلع جميله علشان تلعبونها معاي. اوكي شباب مثل ما قاعد تشوفون 6 ثواني وراح ننزل من الطائره هاي مثل ما قاعد تشوفون. خلي ننزل على السوق. اوكي هذا هو السوق، خلي ننزل بيه مثل ما قاعد تشوفون. تقدرون تقربون الشاشة وكل شي تقدرون تسوون. اوكي خلينا ننزل، ليتس جو يا حبيبي. وصلنا هسه خلينا ندور على اسلحة. والله هواي ناس نزلوا معانا يا شباب، بسرعة انزل بسرعة، ارد سلاح يا شباب، بسرعة سلاح. حصلت ابلع. لا والله بالغلط يا شيخ، ما قاعد تموت والله. ابلعي، كفو يا شباب، قتلتها. من ذا؟ اوفا ابلع، كفو بسرعة، خليها لوت بسرعة. نايس. اوكي شباب اعتقد انه قتلناهم، هسه خلينا نطلع من هذا المكان السوق ونروح لغير مكان. شباب هسه طريقة المشي والعوالم والقتال اقيمها تقريبا يعني 7 إلى 8 من 10، يعني جيدة مثل ما قاعد تشوفون. هذا ابلع. ما مات، كيف ما مات؟ الو كيف قتلته؟ وين الثاني؟ في شخص هنا والله. هذا ابلع. كفو. شوفوا كيف قتلته. او ماي جاد. وهذا رشاش، اول ما نزلت اللعبه ما خذيت رشاش، فهسه خذيته اشوف طريقه اللعب فيه. دخلنا بمدينه الجماجم. ذاك ابلع. اوف والله ايمي نار، الايم مالي اسطوري يا شباب. كفو. اوه شنو هذا؟ وش والله طلع لي وانا ما ادري. ابلع. اخيرا قتلته، والله طول جدا وانا اضرب فيه ذا. ناخذ اوكي ما عنده شيء. اوف في ناس والله في ناس. خلي نركز. ابلع. كفو. او ماي جاد. والله ما ادري من اجتمعوا علينا يا شباب. خلي ارقص عليك وكتلت، يلا بسرعة. نايس والله نايس. اوكي اذا اضغط هذا وش يصير؟ او ماي جاد يا شباب قاعد اتدحرج على الحبل، والله شي نايس. يا الله والله نايس. اوف او ماي جاد. ابلع. والله ما قاعد يموت. كفو. كنت اروح فيها، حرفيا كنت اروح فيها. في واحد هنا. ابلع. نايس والله العظيم يا شباب جلدتهم جلد. زون في هذه اللعبة جدا جنوني. اوكي كف قتلته. او ماي جاد فزنا، يس يا شباب اخذنا المركز الاول، انت الاسطورة. اللعبة جنونية من جد يا شباب. شباب لقيت جيم جديد، واللي هو انك ما تلعب بمنظور شخص اول، لا تلعب بمنظور شخص ثالث، وهذا الشيء جدا اسطوري. مع الجيم الثاني مشاهدة ممتعة، العب. شوف رجلي يا شباب يصلح فيها. اوكي يا شباب نزلنا، ومثل ما قاعد تشوفون منظور الشخص الثالث اسطوري، احسن من الاول بكثير، احسن من الاول. اقدر اطير، او ماي جاد والله اسطوري الصراحه. اوكي احنا برا الزون، لازم نروح للزون حاليا. اوكي يا شباب وش هذا الزر اسمه العوده الى الماضي؟ خلي اضغطه. او ماي جاد نو، والله كان بيرجعني والله حرام. اوكي في شخص ابلع. او ما مات والله، حسبته مات يا شباب. هجموا علي تيم. كفو طيحت الاول، فين الثاني؟ لا والله اني اعتقد اني راح اموت يا شباب. كفو بعد في شخص ثالث، لا مستحيل. او ماي جاد راح اموت يا شباب، راح اموت. ما قاعد يموت يا شباب، بسرعة خلي الوت هذا الباكج.
اخيرا مات اخيرا اخيرا. لا مستحيل يا شباب، قتلت ثلاثة بنفس الوقت، ثلاث اعداء بنفس الوقت. اوكي يا شباب خلي نرقص شوية، صارت ملل، خلي نرقص يا حبيبي. اوكي والله هذا ما عدى رقصات كثيرة حبيبي، ترقص لنا رقصة فيكتور، والله ملينا من فيكتور يا اوف اوف اوف، والله راح اموت يا شباب، في شخص ظل يضربني كذاك، والله حقيقيين يا شباب راح اموت. ماي جاد، اوكي قتلته، قتلته هذا الاول قتلته، في ناس كثيرين. او ماي جاد وش قاعد يصير، وش قاعد يصير؟ اوكي هذا حقيقي، هذا حقيقي يا اخي، ليش ما يموت يا شباب؟ ايبكس ليجند فيها مشكله في الدمج. اوكي ابلع، اوكي راح يموت، راح يموت يا شباب، مات. صاحبي 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 يضربني يا شباب، راح اموت. لا كفو، فزنا اعتقد، يس يا شباب فزنا مرة ثانية، انت الاسطورة يا شباب. كفو والله قلت راح اموت، شفتوا دمي صار احمر، نايس صار مستواي 4. فاوكي يا شباب وصلنا نهاية الفيديو، تقييمي للعبة 9/10، وانصحكم انكم تجربونها، احتمال تعجبكم واحتمال لا. فياب لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. بس مع السلامة.